ايه رأيك في اللي حصل ده؟ انا مصدوم. نسيوا يتبلوا الفراخ تقريبا، الفراخ كأنها مسلوقة في البيت معلهاش اي توابل. بالرغم من فرق الحجم الكبير اللي بينهم وكمية البطاطس، الا ان الفراخ ما فيهاش اي تتبيلة من جوه. ده مش العادي بتاعهم، وانا متفاجئ زيكم بالظبط. كنت متوقع المنافسة تكون اقوى من كده، بس اللي حصل مفاجأة، وبكده اللي كسبان دوري ابطال فرايد تشيكن هو بازوكا. دلوقتي يا جماعة احنا رجعنا لفرع البركة، هنقول له ان الفراخ ما فيهاش تتبيلة ونشوف رد فعلهم ايه. يلا بينا، يلا خناق.